بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أنا أم ثلاثة معتقلين، واحد منهم مصاب، والله يعني يعلم بحالته شنو، يبي له علاج، وكل مرة نروح له يعني وضعه أسوأ وأسوأ، فلنروح نروح نحصل مضايقات يعني بكلام بألفاظ بذيئة، يعني واحد ما يقدر يقولها. وبعدين يعني آخر مرة اتصلوا لي في هالأحداث اللي صارت، آخر مرة اتصلوا لي كانوا كلش يعني صوتهم تعبان 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 وايد تعبان. يعني أنا أم مثل كل الأمهات، والله يكون بالعون، بس أنا أشد أي جهة مسؤولة إن تشوف وضع يعني مو بس أولادي وغير أولادي اللي مظلومين في هالسجون، يعني الظلم ماخذينهم كل واحد يعني أحكام على 5 سنين وما فوق، حق شنو يعني هالظلم وهالجور علينا على أولادنا على هالشباب، شباب مثل الورد ورا القضبان بدون سبب، بدون يعني ما أقدر يعني أقول أوصف حالة أولادي شنو. يعني الله المستعان، الله كريم، الله على كل ظالم. وأنا يعني كل يعني من زمان ما سمعت صوتهم، آخر مرة يعني ذاك الأسبوع اللي أول مرة يتصلون لي فيها من صارت الأوضاع، بس إن صوتهم كلش تعبان. واحد من أولادي سألته قلت له إذا عطونا زيارة لكم أدخل لكم مبلغ؟ قال لي ما وين تدخل لنا مبلغ، ما عندنا شيء يعطونا، كل شيء حارميننا منه، مقعديننا في خيمة في هالشمس والقبار اللي هب علينا، وإحنا في أوضاع مزرية كلش، ولين نصلي يطقونا يهلون علينا بالضرب المبرح، ما نقدر يعني حتى يعني شو أقول، حتى قضى الحاجة يعني حق الحمام دقيقة واحدة لكم وبس، والأكل بسرعة بسرعة، ويا ليت يعني أكل نفس الناس يعطون، يعني حتى يعني الحيوانات ما يأكلونه، بس إحنا شو نسوي، مضطرين ناكله. وثيابنا هذا هما طول كل ممتلكاتنا اللي ناخذ ثيابنا ما تب كلهم ماخذينهم من عندنا، علينا هالثياب الحين يمكن أزيد من شهر هالثياب، يعني لا لنا صلاة فيهم لا شيء فيهم، بس نسوي مضطرين نأدي فرضنا، ولين نبي نصلي ينهالون علينا بالضرب، يقول لهم لكم دقيقة واحدة تكملون صلاتكم، هاي في أي قانون دقيقة واحدة صلاة؟ هذا ليه مسلمين يعني يدعون الإسلام كذي، ما يخلونهم يصلون، ما يخلونهم يعني شو أقول شو أحكي، يعني أمهات وايد وايد، بس الحمد لله أنا أولادي الحمد لله مظلومين وبظالمين، إن شاء الله وبطلعون كلهم بطلعون، الشباب إن شاء الله مرفوعين الرأس، لأنهم لا خاينين بلدهم ولا ظالمين أحد ولا شيء، مجرد طالعين يطالبون حق حقوقهم، وهاي الحقوق مشروعة في كل الدساتير مشروعة، علشان طالبوا بحقهم يعتقلونهم وهينونهم ويعني يقطون عليهم ألفاظ، يعني الواحد شو يقول شو تحكى، يعني الله كريم، الله إن شاء الله بيفرجها إن شاء الله، والفرج قريب إن شاء الله يا ربي. وشو أقول يعني أنا معور قلبي، واحد يعني ولدي المصاب اللي يبي له علاج لا يقدر يمشي لا يقدر شيء، بس يعني ما راح شنو أوضاعهم في هالذي، لأن أصواتهم كلش يوم يتصلون لي كلش تعبانة أزياد، مر يعني شنو أوضاعهم الحين عقب هالسالفة اللي صارت. الله كريم، يعني أنا حالي حال هالأمهات اللي يشكون حالهم لرب العالمين، ما لن شك ولا غير الله. سواء ناشد الحقوقيين إنه يعني تشوفون حالة ولدي المصاب قد ما يقدرون، يعني
يعالجون بعلاجه، لأن حالته كل صعبة، ما يقدر يمشي عدل، وأكيد حصل يعني حالة حال اللي تعرضه حق التعذيب، نفس الحالة يعني هما ما يرأفون، سواء هو مصاب ولا مو مصاب لازم حصل تعذيب. أنا أناشد الحقوقيين، أناشد كل جهة مسؤولة تقدر يعني تسوي أي شيء حق، سو مو بس ولدي، حق جميع الشباب المصابين واللي فيهم مرض السكلر واللي يعانون من أشياء، يعني يرأفون يعني يراكضون لهم في كل مكان، يحاولون أن يودونهم يعالجونهم، يطالبون أن يفرجون عن الشباب، يعني ش ذنبهم أولادنا، ش ذنبهم سواء يعني كل الشباب، مو بس أولادي، أنا مو أتكلم بس عن أولادي، أتكلم عن كل الشباب، لأن كل الشباب أولادنا، أنا ما أتكلم بس عن ولدنا هو تعبان ومصاب وتعبان، أنا أتكلم عن كل الشباب. طبعا ولدي الثاني بعد وهو من قبل عنده كسر في الكتف وعاني من كتفه، والله أعلم الحين شنو في هذه، لأن كلش كان صوته تعبان، يوم يكلمني كلش تعبان، ما أدري يعني شنو صاده شنو ما صاده، ما أدري.